كالعادة وعدنا حضراتكم ان يكون لنا مفاجآت ان شاء الله في البرنامج بتاعنا. أكلة أمي مش زي أي أكلة، أكلة كلها حب وود، عادات مصرية بتورث لأجيال ثم أجيال، أكلة كلمة السر فيها البركة. الماتيريال بتاعنا متواجد في أي بيت مع نجوم القناة الأولى في أكلة أمي. نقوم بتبديل الفراخ وتركها في الفريجيدير. بابا بيعمل حاجات اختراعات تحفة. بابي ده سوبر هيرو. فاطمة يا مامي يا مشرفاني، عملتها صح ولا ايه؟ لا صح يجي مني قبل شهر رمضان معاك طول الوقت. اه مظبوط، جاي تعزمني ما تخش النهارده في شهر رمضان. ما تاخدوش مني نصايح يعني، خدوها من الشيف مغايز، انا ماليش دعوه. في أكلة أمي هيتعرفوا على الوصفات الجديدة، دي كزبرة مش بقدونس بجد، ويكتشفوا نفسهم في الطبخ. ليه دايما يعني أشطر شفات رجالة؟ الوقت بتاع برنامج حضرتك ونبقى داخلين بعد كده النشرة في اللوكيشن بتاعنا بتاع النشرة، نقول هو الشيف مغازي النهاردة عامل ايه، ده ريحة الاكل حلوة. احلى اكل لأي حد في الدنيا واكل امه. مع الشيف احمد المغازي يوميا 2 ظهرا في رمضان على قناة مصر الاولى.